أقامت مديرية التربية البادية الجنوبية كرنفالاً احتفالياً للمدارس ورياض الأطفال التابعة لها في معنى، بهدف إبراز المواهب والقدرات الخاصة للأطفال هناك ولإبراز الجانب العملي والفعال لديهم. نتابع معنا التقرير التالي من معنا. نفذت مديرية تربية البادية الجنوبية كرنفال للأطفال لجميع المدارس التابعة لها، ويأتي هذا الكرنفال استكمال للمرحلة السابقة التي بدأت عام 2009. يهدف هذا الكرنفال إلى تشجيع الأطفال على التعلم من خلال الأعمال اليدوية التي نفذوها، بالإضافة إلى غرس مفهوم العمل الجماعي وتنمية روح المبادرة وحب المدرسة بين الطلبة المشاركين. اليوم شرفنا بافتتاح المهرجان الأول لدعم رياض الأطفال في مديرية تربية البادية الجنوبية. عدد رياض الأطفال وشعب رياض الأطفال المشاركة تقريبا 35 مدرسة شعب رياض الأطفال، وبالتالي يعني هدف المهرجان هو دمج الطلبة وتعريف الطلبة على بعضهم البعض على شعب رياض الأطفال. وقد تفاعل الطلبة المشاركين في هذا الكرنفال بشكل إيجابي، مما عكس بشكل واضح مشاركة الأهل أبنائهم الطلبة في هذا الكرنفال. فالسيدة هدى تعبر عن مدى إعجابها بهذا الكرنفال الذي تتمنى أن يقام كل عام. ارتاح إن أولياء الأمور نلتقي مع أطفالنا ونشاهد على أرض الواقع شو الأشياء اللي بيأخذن الطفل إثناء ما بيكون موجود في صف الروضة. هذا المهرجان جسد إن معالم صف التمهيدي ورياض الأطفال المرحلة ما قبل المدرسة، وأتاح لي أنا كأم أشاهد الفعاليات على أرض الواقع. تعتبر هذه النشاطات اللامنهجية من الأمور المهمة في تطوير وصقل شخصية الطلبة وتعزيز العمل الجماعي والعمل بروح الفريق، فالأطفال وحدهم عنوان ما نريد من مراحل العمل والبناء والتنمية بكافة مجالاتها. إنصاف عمات لبرنامج منا وفينا.